مساكم الله بالخير، حلقة جديدة من برنامج وصال كل أحد وليل خميس من الوحدة للثنتين. برنامج يسلط الضوء على العمل الخيري، ودائما نقول عمل خيري عمل نفتخر فيه، الكويت بجانبكم وكلمة تنقال، أصل وتاريخنا تاريخ عطاء في هذا البلد المثمر. اليوم نقول شكرا لكل الفرق التطوعية في كل الميادين، شكرا للشباب المتطوع اللي نفتخر فيهم أمانة. والله ذاك يوم تمشيت لقيتهم جيلي بالشوق يوزعون بكل زاوية بكل مسية، تبارك الرحمن. هذه الكويت صل على النبي، هذه الكويت العطاء متجذر في الشخصية الكويتية من السابق من التاريخ إلى اليوم إلى المستقبل. دائما في أمور نزعل منها، لكن موضوع ملف العطاء والملف الخيري راية خفاقة وتظل مفخرة لهذا الوطن. شكرا لكم، ونقول يا جماعة الخير شهر التواصل شهر الوصل، وصل الناس، تواصلوا مع أهلكم عمامكم خوالكم، زوروهم بلا هالتهنئة اللي بالواتساب اللي ما لها طعم. ونرحب دائما نقول ضيوفنا نجومنا، ضيوف برنامج وصالهم نجومنا، حياك الله اليوم ضيفنا الدكتور عبد المحسن الجار الله الخرافي، الأمين العام السابق للأمان العام الأوقاف والرئيس السابق لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية. يا هلا ومرحبا. يا هلا فيك مصعب، ومن خلالك أحيي أخواني في الاستوديو وكذلك أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، وأقول لهم بارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتكم. تقبل طاعتكم، نورنا اليوم في الاستوديو. تاريخ العطاء دائما متجذر، فرق التطوعية والعطاءات. يا أخي شهر رمضان بالكويت له طعم جداً. ومثل ما احنا ما بارنا لك وقلنا لك مبارك جداً عليك الشهر، ترى كنا الحين صار لنا اسبوع الايام تركب تبارك الرحمن. جميل هذا الشهر بالكويت، شهر رمضان مختلف. لا تقول لي رمضان اذا مو بالكويت ما له طعم كلش. والتهنئة دكتور، تكفى التهنئة بالواتساب والله ما لها طعم. نعم. والله أشوف أنا تجربتي في التهنئة إذا بدينا فيها، أنا بصراحة لله الحمد وبكل تواضع ودون تزكية تأتيني بدون مبالغة مئات التهنئات، لأن أخواننا أخواتنا يحطون برودكاست قائمة ويطرش بكبسة زر، لكن بالمقابل الرد عليها إدارة الواتساب حرمتنا من ميزة سابقة أنك ترد عليهم نفسهم كلهم الأمئة الميتين تهنئة واحدة، لازم خمسة خمسة. فأنا بصراحة جربت في الأعياد وفي رمضان لكن تعبت وخذ وقتي. لذلك أنا عندي يوميا رسالة الفجر عدل فقط واحدة الفجر، وأدعي وأزعم منها مفيدة. فأول رمضان قلت في رسالة الفجر أشكر من هناني وبارك لي وأستأذنهم بأن لن أستطيع أن أرد، وبالمقابل التهنئة اللي حطيتها في بداية الرسالة أنتم معذورين فليكن المعاملة بالمثل، لأني لا طاقة لي بالردود على مئات الرسائل. نعم. والعبرة المعول على ما في القلوب، وكانت مقبولة ومستساغة من الجميع والله الحمد. يقول لكم الدكتور عبد المحسن الخرافي من هنا يقول لكم كل عام وانتم بخير، للي دز له بودكاست او مسج او واتساب يوصل لكم ويقول لكم كل عام وانتم بخير. وصلت ما شاء الله عليك دكتور عبد المحسن الجار الله الخرافي، اليوم معنا سيرة ثرية وما شاء الله خبرة في اكثر من ميدان تبارك الرحمن، في الصحافة، وانت عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم والتدريب كلية التربية الأساسية، متخصص في الرياضيات والإحصاء، التخصص اللي الناس تنحاش منه صح؟ مو عنده، مو اليوم احنا بوزارة التربية عندنا نقص في خريجين الرياضيات، وين قاعد يروحون؟ والله خريجين كلية التربية الأساسية غالبا إلا الوزارة. نعم. لكن بشكل طبيعي يستقطبون من مثل ما يستقطب غيرهم. نعم. فصاير الفيزياء والرياضيات من التخصصات النادرة. نعم. في وزارة التربية. نعم. وانت شخصيه نادره تبارك الرحمن دكتور عبد المحسن، انت تخصصت في البدايه في توثيق العمل الخيري. اليوم هذا الميدان قليل من يسلكه، توثيق العمل الخيري في كل ميادين خيرية. نقول ان الكويت جبلت على الخير، تاريخ الكويت احنا اليوم قاعد نشوف امانه العمل الخيري، حريفين الكويتيين في العمل الخيري، احنا وصلنا الى درجه الاحتراف. فوق 80 جمعية خيرية، فوق 90 مبرة خيرية، 300 فريق متطوع. هذا الشيء اللي عرفه غير الفرق غير الأشخاص اللي يشتغلون، هذا اللي نعرفه اليوم. التاريخ ما نعرفه، شنو هل إحنا اليوم انعكاس لتاريخنا؟
لله الحمد رغم شظف العيش قبل اكتشاف البترول، إلا أنه النزعة الخيرية موجودة بالكويت منذ نشأتها. لم يكن ثمة جمعيات خيرية ومبرات خيرية وفرق تطوعية، نعم، فكانت إرادة الناس تصب على مظاهر أخرى وهي الوقف والعشيات والضحايا وإفطار الصائم. هذه أبرز المجالات، لذلك تجد الأوقاف اليوم أكثرها قديمة وأصلها قديم، نعم، لأن لما انفتحنا على العالم نشأت مؤسسات العمل الخيري فاستقطبت كثير من إرادات الخير عند الناس، فتشوف خاصة أولويات وناس واصلة إلى داخل الكويت وخارج الكويت من أسر متعففة من محتاجين أو خارج الكويت فاستقطبها هذلك. فالشاهد أن كانت الأوقاف القديمة هي أكبر الأوقاف، وكانت ما شاء الله معظم ريع الأوقاف لم يكن مثل المصارف الحديثة اللي هي يعني خلينا نقول فيها انفتاح كالجانب التعليمي والتنمو وكذا، كانت منصبة على المساجد، ما يعرفون من العمل الخيري غير المساجد وإمام المسجد وأدوات يعني الوضوء، توفير حبل ورشة وجليب وإلى آخره. فالشاهد أن كانت يعني رغم شرف العيش وأنهم فقراء أغلبهم ما يأكلون اللحم قبل ذاك من ذاك اللي يأكل اللحم، بدليل أن الملمح الاجتماعي أن الياية الأوقاف على مساجد أو عشيات وضحايا، مو كل من يأكل الضحايا ويأكل اللحم، والوجبة الرئيسية هي العشاء وليست مثل الآن مثل الغداء، لأن الكادود يطلع ما يصرف على عائلته طول النهار، وإذا الظهر يأخذ له تمرة والبينة ولا إلى آخره. بس الوجبة وبعدين في ظل عدم وجود الكهرباء الناس مضطرة ترجع، فيكون مهجعها الأخير هو بعد المغرب ويكون الوجبة الرئيسية بعد المغرب، الأمر اللي خلى التسمية الواردة في معظم الوقفيات القديمة عشيات وضحايا. العشيات هي الأكل المستمر بينما الضحايا اللي هي في اليوم الأضاحي. نعم نعم نعم. دكتور عبد المحسن الجارة الخرافي ضيفنا اليوم متخصص في توثيق العمل الخيري في التاريخ، أو أبرز شخصية أول مقالة كتبتها، أبي أول شخصية تطرقت لها وكتبت فيها مقال، أول شخصية اسمح لي أنا أكون صادق، أول 340 شخصية ما شاء الله. ليش؟ لأن لله الحمد، شوف العادة هذا من توفيق الله، الناس تبدي بمقالة ثم كتيب ثم كتاب ثم موسوعة، بس قدر الله لي سبحانه وتعالى أن تكون بدايتي في موسوعة مربون من بلدي من 1400 صفحة. أنا بلشت في مقالة، أنا بلشت وفيها في مقالة. كانت مقالات قبل الاحتلال، أنا لله الحمد منذ قبل الاحتلال إلى اليوم مقالة أسبوعية في القبس، نعم، هذا خط. فكنت قبل الاحتلال كانت فيه شوية إسهامات سياسية واجتماعية وكذا، لكن بعد ذلك نشأت قصتي مع هذا التوثيق أني كلفت كأول عميد كلية تربية أساسية بعد التحرير، وأسندت إلينا إعادة الإعمار، وعندنا مبنى مهدوم لأن قصف كان موجود فيه العراقيين والمقاومة، وبالمناسبة إذا تسمح لي الله يرحم لي فقيد المقاومة وفقيد الكويت الأخ أبو فهد أحمد الرحماني، الله يرحمه، توفي ودفن اليوم العصر، نعم نعم، عظم الله أجرهم كلهم، وكان مقرهم قريب جدا بالشامية في بيت السعد في يم المدرسة، فأعطوا إحداثياتها اللي متمركزين فيها وقصفت. فالشاهد من خلال إعادة الإعمار أنا انقدح في ذهني ولله الحمد، واسمح لي ترى أنا طول الحلقة سأستعرض استعراضات ليست من قبيل تزكية النفس، نعم، وليست من قبيل مدح الذات، لكن من باب الإجابة على سؤالك وإعطاء الخلفية التاريخية. صحيح. فإن شاء الله يكون يعني المسألة يعني موضوعية ودقيقة وبعيدة عن التكلف والزيادة. لا ما فيها تكلف، خذ راحتك. فالشاهد قلت لا، مربون يعني التربية مو بس بإعادة الإعمار، نبي إعادة إعمار تربوي. ففكرت بإبراز قدوات للمربين اللي قاعدين نطلعهم، احنا نخرج مدرسين. صحيح صحيح. فانقدحت في ذهني تسمية مربون من بلدي، مربون حسب تخصص الكلية، ومن بلدي البعد الوطني واحنا طالعين من احتلال وتحرير وكذا. فالشاهد لقيت
شغف منقطع النظير عند أهل الكويت. فوجئت بأن هذا اللون من الكتابات نجح، فتشجعت أني أكمل. وإذاعة الكويت الله يذكره بالخير الأخ سعد جعفر كان أيامها مدير البرنامج العام في إذاعة الكويت، واختار لي من أول لحظة هم بعد بالمقابل على مستوى البرامج. كان أنا عندي 8 برامج فوق 1400 حلقة ما شاء الله ما شاء الله. أقوى برنامج كان أول برنامج وهو مربون من بلدي. اختار له ساعة الذروة اللي هي 1 1/3 وأهل الكويت قبل يسمعون البرنامج وبعدين الأخبار يسمعون الوفيات. ما كان عندنا إنترنت ولا آيفون عشان يقررون بيروحون العصر ولا لا المقبرة ولا. فالشاهد من هالكلام كله بأن هذه صراحة ولدت عندي استمرارية. واليوم لله الحمد أنا يعني في الإعداد الآن والمراجعة والجهاز للطباعة الكتاب رقم 60 تبارك الرحمن. كلهم كل هالكتب عن أهل الكويت وعن المحسنين وعن الإعلام الكويتيين واللي نأخذ منهم قدوات حسنة. هذه قصة نشأت، فبالتالي ما أقدر أقول يعني أول شخصية، لكن ما يخالف خل أجاوبك على بعض الإجابة. خل نقول من أبرز من تذكر من مربون من بلدي؟ نعم. عدل؟ نعم. أقول لك الشيخ عبد الله الخلف لدحيان من الشخصيات التي تفرض ما شاء الله نفسها في تاريخ الكويت كرمز ديني لا تتخيل. أنا والله حبيته من كثر ما قريت عنه، أن أهل الكويت كان عندهم حزن عام على وفاته. على وفاته كان شخصية يعني ورعة وقدوة حسنة، علامة، شيخ دين، إمام وخطيب. شنو كان؟ نعم هو نعم شيخ علم. نعم. يعني نعم. على المذهب الحنبلي، ومن كثر ما هو يعني تقي لم يقبل بالقضاء، عرض على القضاء. وكلمة مشهورة عنه وعن تلميذه الشيخ عبد الوهاب العبد الله الفارس، انه لما كان يعرض عليهم حاكم الكويت او الشيخ عبد الله الجابر رئيس المحاكم القضاء يقولون من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. الله اكبر. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، بمعنى ان هذه مجال لا سمح الله الظلم دون ان يقصد ويصير عدم العدل وتكون مسؤوليته يعني ارقاب ناس. فهذه من وكذلك الملا مرشد اللي درس يمكن نص رجالات الكويت. انا كتبت عنه كتاب واللي احصيته فقط من تلاميذه فوق 600 ما شاء الله من شخصيات الكويت. رحل منهم من رحل الله يرحمهم، وبقي منهم من بقي الان، وهم من رجالات الكويت ما شاء الله، واعمارهم كلها فوق 80 الان بل 90. الله يعطيهم التوفيق. فصراحه عده اسماء. نعم. يعني يعني مجال كثير. نرجع لكم فاصل ونرجع لكم مع الدكتور عبد المحسن جار الله الخرافي. يا هلا ومرحبا فيكم. هلا ومرحبا فيكم، ونعيد ونكرر ترحيبنا في الدكتور ضيفنا الدكتور عبد المحسن جار الله الخرافي. يا هلا ومرحبا فيكم عبد الله. فيك. هلا ومرحبا. يعني نرجع للتاريخ، ان الشخصيه الكويتيه اللي دائما نقول جبل عرفنا ان اليوم ان احنا هذه سمه او بصمه في الشخصيه الكويتيه. الحمد لله. والله يتمم عليه. والله يتمم. فاحنا اليوم انعكاس للتاريخ، هذا هو اللي قاعد تشوفونه شيء طبيعي، اللي قاعد تشوفونه من جهود واغاثه. صديق ذاك اليوم عم ابو عبد الله مريت المبارك، هي قهوه بناشي بظهرها مسجد السوق القديم، اللوحه شنو مكتوب فيها؟ مكتوب فيها أن هذا المسجد تم بناءه من محسنون من الهند. شنو قصته؟ لا لا، أنا للأمانة قد لا أعرف التفصيل، بس ما يكون دفع التكلفة، إنما أخشاب من نعم. الهند وأدوات نعم. بناء وعمالة، وقد يكون فيها تبرع وسيولة. بس هل للأمانة إذا تحب يعني بالضبط، في كتاب عجيب ورائع لأخونا الكبير الأستاذ عدنان سالم الرومي الباحث في التراث الديني الكويتي. نعم. وثق كتاب كبير اسمه تاريخ مساجد الكويت. كان عنده أول ما بدأ مساجد الديرة، بعدين دخل فيها شعيبة والجهراء وكل القرى وشرق إلى آخره. فهو ما شاء الله، اسمح لي أنا أحيل إلى صاحب التخصص. نعم. وهو أن يحط لك تاريخ المسجد، بناء المسجد، الوقفيات اللي على المسجد، المؤذنين، الأئمة، صور المسجد، تصوير جوي، صور داخلية، مأذنة المسجد، ما شاء الله، يعني ما شاء الله، كله. والروايات المختلفة في من بناه، لأن
بعض المساجد اثنين ثلاث من المساجد لها أكثر من رواية أن من بناها، لأن أول ما كانوا حريصين على تسمية الأسماء وإلى آخره. فالشاهد هذه تسمية أن من الهند ما أعتقد يكون. بعدين على فكرة كل مساجد الكويت اليوم مع الوفر المادي ممكن تقبلها مسلمة أن مسجد فلان الفلاني على اسم شخص أو والدته أو والده، بس أول نادرا يكون المسجد الواحد لي وحتى لو اسمه متبرع واحد يكون واحد، حتى لو اسمه عليه يكون هو المتبرع الرئيسي أو قد يكون الأرض منه، إلا أن أهل الفريج يتطوعون في البنيان. ما كان في عندنا عمالة وافدة مع كامل التقدير من مصر أو الهند أو يعني كوريين إلى آخره، لا ما كان إلا كويتيين، فكثير منهم يتطوع من أبناء الحي، بس إن صاحب المسجد يوفر لهم وجبتي الإفطار والغداء، هذه اللي يتحملها. فأنا أعتقد هذا تفسير كلمة إن محسنين من الهند. ما شاء الله. ننتقل دكتور إلى محطة الغزو، وأنت لك فيها يعني تجربة. أنا بنقل لك قصة واحدة. الكويتيين رغم الغزو رغم يعني اللي طلع طلع واللي موجود موجود، أذكر جتني كلمة كان يقول لي بيت الزكاة أثناء الغزو كان مستمر في دفع كفالات الأيتام أثناء الاحتلال، فهذه مفخرة ومنها القصص الكثيرة اللي أكيد راح تثرينا فيها. نتكلم عن التكافل والعمل الإغاثي أثناء فترة الغزو. لله الحمد يتعجب الجنود العراقيين والضباط وباللهجة العراقية، يا بهذول منين يأكلون؟ ما يشتغلون، ما يروحون دواماتهم، منين يأكلون؟ فكان في عصيان مدني وعدم ذهاب إلى العمل وبالتالي عدم استلام رواتب، إلا أنه بالمقابل في تكافل. نعم. تكافل شديد، لأن الآن ما عاد يفيدك الرصيد بالبنك، اللي عنده فلوس يحفظها الأهل والجيران. وكانت مصادر التمويل تعتمد على مصدرين رئيسيين أو خلينا نقول ثلاثة مصادر. المصدر الأول وقد يكون يعني في بداية الوقت ثم انقطع، وهو الأموال الكاش اللي تدخلها القيادة الشرعية الكويتية من خارج الكويت والتحديد السعودية وتجيبها الكويت. طيب. والله يرحم الشهداء اللي صادوهم العراقيين وقالوا هذولا عملاء للنظام القديم ويايبين فلوس عشان المقاومة فاستشهدوا رحمه الله. نعم. لذلك قلت تماما. الحاجة أم الاختراع. فلله الحمد تفتق ذهن الكويتيين في دورة اقتصادية متكاملة بين التجار والمقاومة، بقول المدنية وحتى المقاومة العسكرية. شلون؟ التجار شايفين بضاعتهم قدامهم قاعدة تسرق. تسرق صح. فأحسن لهم يبيعونها رسمي. نعم. هذا ليس من باب صراحة تطبيع عدل ولا يتعرض مع المقاومة المدنية والعصيان المدني، فبسرعة باعوها على تجار عراقيين. نعم. لأن كان ألغي الدينار الكويتي صح. وصار التعامل بالعملة العراقية. فاللي عنده إطارات، اللي عنده أثاث، اللي عنده مواد غذائية، اللي عنده مواد تنظيف إلى آخره، هذه الكاش وين يروح؟ ما كان في بنوك تعمل، يعطونها يودعونها. نشأت دورة ائتمانية عجيبة عند أهل الكويت، يجيبونها للمقاومة المدنية اللي أنا أتشرف كنت واحد منها. أنا كنت رئيس لجنة التكافل، رئيس اللجنة المالية في لجنة التكافل في الشامية، واللي وزعنا عدة مرات على كل من سكن بالشامية. فناخذ من الأعمام والإخوان التجار، والله كانت حقائب مثل جنطة سفر، لأن الدينار العراقي عملتك يعني خلينا نقول كبيرة. نعم. 25,000 بربطة نسميها طابوقة، عدل كمصطلح تورية أنها طابوقة 25,000. هذه توزع على الأهالي بمقدار وجودهم. نعم. البيت اللي فيه أحد، كل أول شيء الزوج والزوجة يأخذون 500 دينار عراقي، ثم كل رأس يشم الهواء يأخذ واحد حتى لو خدم، لأن العب حين تساوت المسألة أكل وشرب وإعاش اللي موجود، والحماير اللي جاية عندها لها حسبنا حسابهم. حتى أنا في كتابي أحد كتبي اللي أصدرتها بعد الاحتلال سميتها عدسة مرابط، حطيت صور هذه الكشوف تحت عنوان سجل الشرف،
مع كامل تقديري لإخواننا اللي برا وكلهم لهم ظروف نعم. وهم صامدين وإحنا مرابطين، لكن هالسجل سجل مو عشان منه موجود بك، سجل حق الشؤون المالية هذه نعم. وللتوزيع المالي وبالقيمة حتى من المبلغ تحس كم شخص بالبيت، كل عائلة وسجل عائلة موجودة بالكتاب. فالشاهد هذه أصبحت دورة مقابل شنو؟ لازم نكمل الدورة، مقابل ورقة المقاومة المدنية اللي هم احنا في رجال التكافل، ناخذها من المقاومة العسكرية اللي كانت بقيادة الله يذكر بالخير الفريق خالد ودي عدل وغريقة، والله أذكر غريقة هالشكل مكتوب عليه استلمنا من فلان هالمبلغ، وإحنا من باب التشجيع قالوا لنا قولوا لهم راح يصرفون لكم الدينار بستة. كان وقتها قبل لا يطيح الدينار العراقي تماما كان الدينار بتسعة، بس تشجيعا لهم كان الدينار بستة، يعني 1.5 من قيمته السوقية. وهذا يعتمد يعطيك اليقين اللي كان فيه تجار الكويت. وإحنا لما نمدح ما نمدح عشان تجار ولا غير تجار، نقول هذا فيه يقين بالله تعالى ما يدري الكويت راجع ولا لا، ما عنده ضمانات بنكية ولا عنده تأمين، بس قل روح يعني على الأقل ننفع فيها أهلنا وجماعتنا. بعد التحرير بهالوريقة هذه، وكان حتى أذكر الختم الثري دايمنشنال هذا اللي يعمل أثر في الورقة مو ختم بالحبر. وفعلاً سألني بعض الأعمام بعد الاحتلال بعد التحرير مباشرة، قلت له عمي ترى قاعدين يروحون البنك المركزي، فتح البنك المركزي أبوابه وعوضهم كلهم بالدينار الكويتي. هذه المصدر الثاني. المصدر الثالث كذلك الجمعيات التعاونية ومحطات البنزين فيها إيرادات نعم. سواء بالدينار أو بالكويتي. فبعض إخواننا قيادات وموظفي بيت التمويل الكويتي سووا نظام مصرفي، هذاك نظام ائتماني، هذا نظام مصرفي، استقبلوا إيداعات الجمعيات التعاونية ومحطات البنزين والأفراد اللي عندهم كاش بالبيت خايفين عليه خلوا عندهم، بحيث وعطوهم وصل والله وريقة بقلم رصاص أذكر. شوف الثقة عدل. بالمقابل اللي منقطع حاشا الغزو وما عنده إلا 100 دينار نعم. محفظته والباقي بالبنك عدل نعم. أو ألغيت الآن العملة العراقية الكويتية، فيأخذون صرف، هذا إيداع وهذا صرف، ويكتبون عليهم بيت التمويل إنه صرف لفلان كذا كذا نعم. بعد التحرير مباشرة بيت التمويل لما عاد دخل هالوراق اللي بالقلم الرصاص كلها وعاملها معاملة رسمية. فإذا أنت ماخذ بالاحتلال انخصم بعد التحرير من حسابك، وإذا أنت معطي أودع بحسابك. فإذا هذا مصدر ثالث نعم. للأموال في دورة مصرفية عجيبة تدل على التوفيق، والله هذا كله من بركات الله الحمد لله ومن توفيق الله تعالى لهالكويت والله. يمكن لو الله أعلم لو اللي صاير هالمصيبة في بلد آخر بدون تسمية، الله أعلم عن المدة الزمنية والطريقة اللي كانت يحتاجونها الناس لاستيعاب الصدمة. الحمد لله. ثاني يوم لجان التكافل نشأت، ثاني يوم ليش؟ وأنا لما سألت ثاني يوم الغزو، ثاني يوم لأن الحكومة جاهزين، لأن الحكومة اختفت نعم. لها ظروفها نعم. ليش جاهزين؟ جاهزين ما يدرون، لا مو لأنهم يدرون، جاهزين لأن كل كويتي وأنت واحد منهم الله يحفظك إلا عضو بجمعية صحيح. أو عضو بمبر الحمد لله. أو عضو بلجنة أو فريق عمل تطوعي أو جمعية تعاونية ما شاء الله. بعدين مشاركة شعبية على مستوى رئيس الأمة، حتى في شؤونك الاستهلاكية بالجمعيات تروح تنتخب مجلس الإدارة، وإذا أخفق واحد من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية التعاونية بطريقة إدارته للشؤون الاستهلاكية غيره نعم. يصير نعم. انتخابه إلى آخره. فبالتالي الكويتي بعدين كلمة حق أجواء الحرية صح، حرية الصحافة هذه على بعضها نعم. خلت العنصر الكويتي يستوعب الاحتلال واختلاف يعني ضياع أو فقدان أجهزة الدولة بيوم واحد، وتكونت لجان التكافل. عشان كذي دائما نقول اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نطلع فاصل ونرجع لكم.
يا هلا ومرحبا، رجعنا لكم في برنامج وصال، ورجعنا لكم مع ضيفنا نجمنا اليوم دكتور عبد المحسن جار الله الخرافي. يا هلا ومرحبا فيك. انا ودي انتقل شوي، جهد كبير، وموضوع التوثيق ما هو موضوع سهل. اليوم هذه تحس ان احنا يعني ما نحتاج الى ان يكون في كيان يوثق هذه المراحل اللي مرينا فيها، العمل الخيري او الفتره، حتى موضوع الغزو عمبو عبد الله ما توثقت عدل، والله العظيم ما توثقت عدل. كثير من الناس يقول لك والله ما كنا ندري، ليه اليوم نسمع اخبار والله ما ندري صدق هذا اللي صار، ونقلها للجيل الجاي، نقلها في المناهج التعليميه، في فراغات يجب ان تسد. نعم، ايش رايك؟ وبلا شك يعني صراحة أنا بالنسبة لي ولا أزكي نفسي، مجهودي كله اجتهادي. نعم. وكان حافزي فيه صراحة والوقود اللي شجعني هو تفاعل أهل الكويت. نعم. أميرا وشعبا. نعم. حتى لي مواقف جدا طيبة قد لا يتسع له المجال مع الشيخ يابر الله يرحمه، الشيخ سعد، الشيخ صباح، ناس تقدر قيمة هذا التوثيق. نعم. ناهيك عن كل أهل الكويت. نعم. وكثير من الناس يعني جزاهم الله خير اشوفهم في فرح او مناسبه، ترى احنا ما انا من متابعينك الى اخره. ليش؟ لان الواحد يتكلم عن ذاتهم، يتكلم عن ماضيهم خصوصا كبار السن. فهذا تطوعي، مع الاسف لم يوجد الا مركز البحوث والدراسات الكويتيه برئاسه الدكتور الاستاذ الدكتور عبد الله غنيم اخونا الكبير ابو يوسف، وصراحه لله الحمد كلمه حق، قايمين باللي يستطيعونه. وقاي قائمين بما تسمح لهم ظروفهم وإمكاناتهم والقوى البشرية المحدودة اللي ما هي كبيرة عنهم. أنا أعتقد محتاجين هالمركز يضاعف حجمه 3-4 مرات حتى يواكب، لأن لا تزال هناك يعني أشياء كثيرة محتاجة توثيق وممكن أن توثق. فهذا الجانب الوحيد. لكن أنا أعتقد هناك أيضا مبادرات أخرى، مثل ما أنا عندي مبادرة يعني أخونا الدكتور عادل عبد المغني، الأخ يوسف الشهاب، فؤاد مقهوي على مستوى الصور. نعم. هذا متخصص بالصور. نعم. نعم. طلال الرميضي، مشاري العميري جزاه الله خير، من خلال هذا لون آخر، من خلال المسلسلات الهادفة. صح. يعني لا يعني كان طبعا اللي ما تجاوز 2 لا يمكن تجاوزهم في التوثيق، العم الله يرحمه سيف مرزوق الشملان على مستوى الغوص، والأخ الكبير الدكتور يعقوب يوسف جاسم الحجي على مستوى السفر. وهالاثنين مع احترامي للي قلتهم قبل، هذولا أنا في مقدمة كتابي عن عائلة العثمان قلت كلمة حق، تاريخ السفر الشراعي، عفوا تاريخ الغوص، توثيقه يديم بالفضل بعد الله تعالى للعم سيف مرزوق الشملان، فبلا منافس هو اللي وثق. وتاريخ السفر الشراعي يدين للدكتور يعقوب يوسف الحجي لجهده الكبير. هالمجموع الأسماء ترى اللي قلتها لا تتجاوز 10 أصابع اليدين يعني. وكلها مبادرات فردية لم يطلب منهم أحد. فأنا آمل إن شاء الله الدولة يعني تهتم أكثر في مركز البحوث. والدراسات تزيد عطاء، وللأمانة ما اشتكوا، بس أنا أشوف بعيني، واحد يشوف الواقع، ممكن يعني يزيد حجمهم. وعندهم مثلا أعطيك مثال على الإبداعات اللي عندهم، كل وثيقة تقع تحت أيديهم يدخلونها في نظام آلي مايكروفيلم وبالإنترنت وكذا، فكونوا الآن قاعدة معلومات فيها إن لم يكن ملايين آلاف مئات الألوف من الوثائق. مثلا انذكر فيها مصعب العتيبي، انذكر فيها فلان، لما تسوي سيرش عن هذا الاسم تطلع كل الوثائق اللي فيها هذا الاسم. نعم. فإذا بتتكلم عن شخص أو عائلة بس دخل الاسم وشوف. هذا أيضا جهد جبار صراحة أيضا يذكر، وهذا برعاية الدولة. عن مثل ما ذكرت يعني خلينا نقول جانب سلبي، نذكر ايضا جانب ايجابي. لا ضروري إن يعني هذه المشاريع ترى النور، والهدف انها حصلت كوارث وحصلت ظروف وايد صعبه، نحس ان ما اعطيت هذا الكم من الاهتمام. هذا طموحنا. في عندنا اتصال، ناخذ اتصال. الو الو، لحظه دقيقه بس، وعبد الله في تلفون. اي حياك، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معك ندى الحمد. يا هلا، تسمع أبو عبد الله؟ حياك الله، يا هلا والنعم فيك.
أهلا والله، أنا بس متصلة مسي خالي محسن بالخير. مستمتعين باللقاء وإحنا نسمعه. حياك الله. أنا مشكورة. الله يحييك. مشكورة. أهلا أهلا خالي. زامل حياك الله. الله يحييك. عندك سؤال؟ قاعد... نبي سؤال نبي, لا نبي مداخلة نبي. الله يعطيك العافية. أنا قبل السؤال بس قاعد أسمع عن اللي صار بالغزة وعن المساعدات اللي صارت. نعم. يعني اللهم بارك قاعد أسمع الشخصية نفسها اللي قاعد تسوي على مستوى الكويت، فهي نفسها على مستوى العائلة. صراحة يعني خالي يعني هو محبوب العائلة اللهم بارك. الله يطول بعمره. والواصل بالصغير قبل الكبير. ويعني حتى على طاري الفزعات واللي بالغزة وصار، يعني أنا أحس هذا كان بدايته أصلاً من العائلة. نعم. يعني على مستوى العائلة يعني إحنا ساعات نطلب منه شيء أقولهم أنا أنت اللي طلبت منه شيء، هو قلبه حار. يريد يسألني ها صار على سالفتك، ها صار عليك، ويتعذر ألف عذر إذا ما قدر. فيعني يعني على مستوى إنه هذا اللي يونس، إنه ساعات تشوف في ناس مثلاً ممكن تبدع وتطلب أعمال خيرية. تنشغل يعني على مستوى العائلة. يعني أنا قال لي الشخص نفسه اللي قاعد تشوفونه قاعد يسوي برا هو قاعد عندنا. الله يطول بعمره. صراحة شهادة قلت بقولها. الله يعطيك العافية. مشكورة يا ندى، فاجأتيني فيها. جزاك الله خير. تسلمين. من طيبك وأصالتك ووفائك ما شاء الله عليك وحسن تربيتك. كلامي فيك مجروح بس والله كلمة حق الواحد يقولها. ضروري حتى الأخت ندى أن هذه القيم ننشرها وتوصل لأولادنا. ضروري هذا العطاء والمعلومات اللي نستمدها من 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 الدكتور أو من غيره نوصلها ونعرفهم، لأن ما يعرفون تاريخ الكويت للأسف. حياك الله أختي. سمح لي أخوي مصعب قبل لا تروح ندى، أي مثل ما فاجأتني أنا بفاجأها. هي تستاهل. إحنا نتكلم عن أهل الخير. نعم. مسجد بن حمد عطي المستمعين والمشاهدين عن المسجد اللي بنا يدج علي، عفوا أبو يدج علي واللي يدج محمد والد أبو جاسم، وين مكانه، وفكرة بسيطة عن هالأوقاف الطيبة اللي الآن هي تعتبر من أكبر أوقاف الأمانة العامة للأوقاف على مسجد بن حمد. هم بعد انا بفاجئك مثل ما فاجئك. يلا سمعينا. لا والله صراحه صدق هاي شيء يفرح ان حتى احنا في شيء حق الاهل اللي يكون اصلا في قدوه لهم. نعم. سواء من الاجداد سواء من الخوال، وبالعكس يعني مسجد الحمد اكيد بنوا بايدهم يد باليد ما شاء الله وبالديره هون. يعني مسجد صغير بس صراحه صدق واحد يفرح فيه يفتخر مجرد اصلا انهم او مكان على بساطه اللي ما عندهم بساطة حالهم. نعم. وكان في نظرة مستقبلية يعني إنه يكون له وقف حتى عشان الشيء يستمر. يعني هذا شيء صراحة يعني شيء عجيب كان ذاك الوقت. نعم. علميهم وين مكانه؟ مسجد بالديرة قالت بنت. بالديرة؟ يم. يم قصر العدل. توهقت. يم قصر. توهقت. هاي اللي مفاجأة قوية. إيه مدام متصلة تتحملين. تتحملين. ما سويت سوي به. هذا مثلك واحدة واحدة. ما سويت سوي به. حياك الله يا هلا. شكرا شكرا هالاتصال. شكرا مداخلتك. هلا مرحبا. معنا اتصال؟ معنا اتصال ثاني. ألو. ألو. ألو حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. هلا أخوي. السلام عليكم. تقبل الله طاعتكم. عليكم السلام. على عمرك إن شاء الله. دكتورنا العزيز عبد المحسن أبو عبد الله والأخ المقدم البرنامج. الله يحفظك يا هلا. إيه. اسمك الكريم شيخنا؟ أنا فايز العرادة. يا هلا والنعم. ما شاء الله. ينعم ينعم بحالك إن شاء الله. الله يسلمك إن شاء الله. لا لا. أنا عندي سؤال حق أخوي أبو عبد الله. تفضل. ودي أعرف والمستمعين ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في العمل الخيري؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، أصعب الدول اللي تعاملتوا معاها دكتور لتوصيل المساعدات وليش؟ والثالث أطول عليكم ما عليه تحملوني. نعم. موقف إنساني في ذاكرة الدكتور عبد المحسن، وأنا أعتقد أنه في مواقف كثيرة لأنه هو قلبه طيب والمواقف تمر عليه، وأبي بس موقف يذكره في المقابلة. وشاكر لكم وتقبل الله منا منكم إن شاء الله وإيدنا عليكم إن شاء الله. الله تقبل طاعتك. حياك الله. شكرا. شكرا شكرا. ما قصرت. بارك الله فيك. السلام. هلا فيك. مرحبا. بالنسبة للمصاعب والتحديات. نعم. هو ضخامة الحاجة في الميدان الكويتي والخارجي وقلة الموارد. نعم. تظل الكويت على أنها دولة نفطية إلا أنها دولة صغيرة يعني، لكن ما شاء الله والله كلامي في الكويت والكويتيين مجروح شايلين هم الجميع حتى بالاحتلال مثل ما تفضلت، ما انقطعت مساعدتهم للأيتام في أفريقيا ودول آسيا الفقيرة.
فهذه واحدة من التحديات. كذلك صراحة من التحديات عدم وجود قالب تنظيمي معين، كان يكون معهد للعمل الخيري، كلية للعمل الخيري، تخصص مقرر. فصراحة هنا تأتي الاجتهادات، والاجتهادات ينبني عليها، يعني خلينا نقول ما نقي الأخطاء، يكون عليها اختلاف في طريقة الأداء، ينبني عليه حاجة ماسة للشفافية وللحوكمة. وهذه أيضا من التحديات، أن حسب اجتهاد كل جمعية ومبرة خيرية أو فريق تطوعي أن يضع لنفسه خطط الحوكمة، لأنها كلها اجتهادات شعبية أهلية. ورغم وجود وزارة الشؤون مشكورة بالمناسبة، الشؤون والخارجية لله الحمد قاعدين يكونون صمام أمان، يفلترون أي تجاوزات أو أخطاء ويتأكدون كجهة رقابية. أحياناً من درجة حرصهم تكون مسبقة، رقابة مسبقة ولاحقة. وهذا بالمقابل هم يؤدي إلى واحدة من التحديات، بطء في توصيل المساعدات. ولذلك الكويت أيضا تتميز، شوف الإبداعات الكويتية، عشان هالتحدي يقابلون الكويتيين إن في البلاد اللي محتاجة يحطون رصيد مسبق. رصيد مسبق موجودة. يعني الآن مثلا يسولف علي الدكتور وليد العنجري، في مسؤول فلسطين، قطاع فلسطين في جمعية الرحمة، في الأيام الأولى وانقطعت الاتصالات والتحويلات، قال احنا لله الحمد الجمعيات الخيرية الموثوقة والموثقة من وزارة الخارجية الكويتية والشؤون احنا مخلين عندها رصيد، وتمت يمكن شهرين ثلاثة وهم يصرفون منها بموافقة وترتيب من وزارة الشؤون. فهذه تحديات وحلول يعني واجهت. هذا كان السؤال الأول. ذكرني بالسؤال أصعب الثاني. أصعب الدول واجهت فيها مشاكل. صراحة ما ودي إحراجات سياسية، بس أنا مضطر أقول. نقول مواقف، خليني نقول. لا عفوا، مو موقف، قضية صعوبة في التوصيل وعدم وجود السماح. أنا معرفة وحسب علمي وعندي عليه الأدلة أن توصيل المساعدات إلى إيران بالتحديد أصعب، أصعب شيء. أنا نائب رئيس جمعية الشيخ عبدالله النوري، وأنا عضو في مجلس إدارة جمعية الرحمة، ورئيس مبرة الأصحاب، ومجموعة من عضو جمعية عمومية في كثير من الجمعيات. لما يعطونا في اجتماع مجلس الإدارة المساعدات، وليكن عبدالله النوري، ما شاء الله تجد قارات العالم واصلتها المساعدة. عدل؟ الهند، باكستان، أفريقيا، دول مختلفة، حتى أوروبا. طب أقول لهم وين إيران؟ يكون مر علينا بعض المحتاجين لبناء مدرسة أو مسجد في من إيران، والله يقولون صعبة وما عندنا تعليمات إن ما في تحويل مباشر. وأسألهم على مدة سنوات، فللأمانة بدون أي حساسيات أقولها وأنا صادق من غير تجني ولا يعني. وأتمنى أن لو أحد يعني عند السبيل الذي يجعل وييسر لتوصيل للناس المحتاجين في إيران، فهذا يكون شاكرين له يعني إن شاء الله. المواقف الحقيقة كثيرة. نطلع بس أبو عبد الله، ناخذنا فاصل ونرجع للمواقف. فاصل وردي. يا هلا ومرحبا فيكم، رجعنا لكم في برنامج وصال، ومعنا ضيفنا نجم حلقة اليوم الدكتور عبد المحسن جار الخرافي. يا هلا ومرحبا فيك. هلا فيك. ناخذ اتصال من الو. الو، السلام عليكم. سلام، يا هلا ومرحبا، كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم الشهر. حياك الله. يا هلا. السلام. سلطان الشمري و ثلاثة نعم. الحقيقة ما عليك زود، الحقيقة حاب أشكر أسرة البرنامج على انتقاء الضيف المميز الدكتور عبد المحسن الخرافي أبو عبد الله، اللي يعتبر من رجال العمل الخيري في الكويت. وكما تعرف العمل الخيري هو واجهة حضارية للكويت. جزاك الله خير. صحيح. وحب استشيد في غابس على السريع، طبعا الإنسان الذي يجبل على الخير والعطاء تجده في كل مكان، يعمل أو يعطي، يحب يعطي يعني. في كل مكان، سواء في العمل الخيري أو غيره. فالدكتور عبد المحسن الله يجزاه خير متعاون معنا، أنا معلم في مدرسة ثانوية، معلم لغة عربية ما شاء الله، وسبق نعم وانتعاونت مع الدكتور عبد المحسن في توعية الطلاب بأهمية العمل الخيري والتطوع، والحقيقة وجدنا أن الدكتور متعاون إلى أقصى حد،
يعني فهذا طبعا شيء يشكر عليه. وايضا ودنا بس يكلمنا عن رسائل الفجر في الواتساب. هذه الجزئية اللي تدل على ان هذا الرجل جبل على العطاء. شكرا لكم وتحياتي لك استاذي ولضيفك الكريم. يا هلا مشكور. هلا فيك مشكور استاذ سلطان. هو انسان مربي فاضل وقدير وحاسب المسؤولية وله حضور الاجتماعي والتربوي الطيب. جزاه الله خير. امسي عليه واقول له مبارك عليك الشهر. فيما يتعلق برسالة الفجر هاي تجربة فردية أنا الآن في السنة السادسة فيها وما قاعد يعني أنشرها سوى الأحباب والأقارب. خلاصتها أن اليوم عالم الواتساب في ما نقاي البحر محيط من المشاركات. فأنا يعني ننقدح في ذهني أني أشوف لي طريقة توجيهية مختصرة قصيرة لا تشغل الناس فسميتها رسالة الفجر. وبعدين عشان أحسس المتلقيها أنه بس يومية رسالة الفجر لهذا اليوم وأنتقي فيها لله الحمد. استمرت 5 سنوات بشكل يومي لبداية هذه السنة 2024. الحقيقة أشفقت على نفسي وأشفقت على اللي يستمعون فاستأذنتهم أني أخليها 4 أيام بالأسبوع. نعم. مثل الثلاثة منتصف الأسبوع استراحة والجمعة والسبت. هذه عاد أجمع فيها أولا مقالاتي الأسبوعية هذا يوم الأحد وأضيف عليها ثلاثيات أسميها ثلاثيات. ثلاثية في موضوع معين مثلا ثلاثية في بر الوالدين أخذ لي صورة مقطع مقالة في بر الوالدين عدل. ثلاثية في الوفاء وهكذا. إيش معنى ثلاثية؟ صراحة من باب الملائمة ان واحدة قد تكون ما تكفي طول السنة يعني. نعم. كانت يومية 365 يوم. نعم. فعشان اعوض وعندي ارشيف في يعني كثير من الرسائل اللي تصلح فقلت بدل لا ادز واحدة اخليها اجمع بين الجمع والافراد اني اخليها ثلاثية مرة واحدة بيوم واحد. فالشاهد ازعم وادعي وكلامي مجروح فيها انها مفيدة. لا مفيدة اكيد. متعوبة عليها. نعم. منتقات وهي برودكاست قائمة يعني وليست جروب ما تبلش العالم في جروبات ومجاميع لأنما قائمة تروح فقط لشخص واحد واللي بيرد عليك رد عليك بروحه. نعم. ومن التفاعل بمكان إن إذا أحد استدرك علي لا أزكي نفسي أقبل الاستدراك بسرعة عقب الفير بشوية لما ييني أقول وردني هذا التصحيح. نعم. من فلان الفلاني كنوع من التشجيع. واذكر اسمه بس لا بس انا عندي دقيقتين ابي موقف سؤال المتصل اللي قبل شوي. نعم. سريع ومختصر ودنا ختمه. والله شوف موقف انساني مثلا انا هذا خطر ببالي لان اقرب الناس لي بنتي الله يحفظها. كانت بنتي نجله ام فهد البتشر. نعم. في كليه العلوم الاداريه محاسبه وذاك اليوم قدر الله عليها 3 امتحانات نهائية بنفس اليوم ونظام المقررات. نعم. يسمح. نعم. 2 منهم موحدين لا يمكن يتزحزحون ويتأجلون. الثالث الله يسامحه أستاذ المادة قال لا ما عندي استعداد وما عندي بديل وهي من نوع اللي يدرس ويجتهد في الدراسة ويسهر ففي الامتحان الثالث حاشها تعب بنفس اليوم دون أن أعلم عنها. أنا هناك في كلية التربية الأساسية عندي بنت أذكر اسمها منيرة العتيبي طالبة والآن الحين ما شاء الله تلقاها مدرسة ما أدري عنها الآن متميزين الأتباننا دكتور حمد بنا حاجي مصاب العتيبي ما شاء الله عليك ما تفوت الله يحفظك بس نختصر باقينا دقيقة بس الشاهد حاشتها الكلى وخليتها تكرم تروح الحمام وطلعت معها مراقبة رأيتها ب20 دقيقة عوضت لها 20 دقيقة وهديت من روحة. أثاري بنفس اللحظة عضو هيئة التدريس من إخواننا المصريين هناك. نعم. قال لها لا أنت طالبة مجتهدة اللي أنا سويته سوى هناك. الحمد لله. جيت البيت قالت لي كذا من باش قلت لها شوفي بتاخذين بي بلس لأن البنت خذت بي ماينس وساعدتها شوية إلى بي بلس تاخذين وكأني أعلم الغيب سبحان الله من باب اليقين بالله. نعم. أن يعني ما سويت سويك مثل ما قلنا حق ندى وفعلا يتني من باشر قالت يبا درجتي بي بلس تبارك الرحمن رغم الأمور أذكرها نختم يعني. نختم بوع الشيخ دكتور كلمة أخيرة عندك تفضل
والله أنا شاكر لكم على هالاستضافة ويعطيكم العافية صراحة. إن كنت سأقضي هذه الدقيقة في شكرك الله يحفظك وشكر الله البرنامج نورتنا وصراحة نورتنا. عطيتونا نوع من الإعلام الهادف الموجه اللي إن شاء الله نزعم ونرجو أن يكون مفيد إن شاء الله. نورتنا كان معنا الدكتور يا أهلا ومرحبا فيك. بالعكس نورتنا وإثراء للبرنامج أكيد. كان معنا الدكتور عبد المحسن جار الله خرافي. نورتنا ونشوفكم إن شاء الله يوم الأحد من الأحد الخميس وصال من الوحدة للثنتين فمان الله.